حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي. وهذا الأعرابي قال ابن حجر رحمه الله قال: لم أقف على اسمه. فقال هذا الأعرابي: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ وهذا الوعد هو أنه هذا الأعرابي استبطأ أن يقسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغنيمة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر، يعني أبشر بالقسمة فإنها آتية، أو أبشر بثواب الصبر لما صبرت. وهنا أيضا يستفاد فائدة، وهي أن كلمة أبشر مما ورد به السنة، فإذا طلب منك شخص شيئا فمن السنة أن تقول أحيانا أبشر. فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى. هذا الأعرابي رد البشرى، فهو لم يوفق في الجواب، بعض الناس لا يوفق. فاقبل أنتما، قال: قبلنا. انظر، فإن هذين الصحابيين رضي الله عنهما قبل البشرى من غير تفصيل، لأنهما يعلمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشارته خير. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فانظر، كررها مرة أخرى، دل على استحباب إدخال الفرح والسرور والبشرى على قلب المسلم. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر، هذا توفيق من الله عز وجل لأم سلمة، أن أفضل لأمكما، لأنها هي أم المؤمنين، فأفضل لها منه طائفة، يعني بقية، والفضلة المتبقية أيضا يصدق عليها أن تسمى بأنها طائفة. ولا شك أن في هذا منقبة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين قابلوها، ولأم سلمة إذ وفقت إلى ذلك.